مسيرة حافلة يصعب حصرها في الكلمات. إرث خالد من الإبداع الأدبي تركه لجمهوره على مدار عقود، وكلمات من ذهب تغنى بها كبار الفنانين السعوديين والعرب. رحلة الأمير بدر بن عبد المحسن مع الشعر تتجاوز 5 عقود، كتب خلالها نحو 250 قصيدة. بعد مرور أول ليلة بدون البدر، صباح العربية يحتفي بإرثه في أولى فقراتنا، ويستعرض محطات مهمة من تاريخه وأفكاره. يا سائل عما تمثلها الأوطان، وليها الوطن حقه كبير علي. الوطن أكبر من القصائد إلا إن كان شاعرها البدر بن عبد المحسن. وطن الشعر في السعودية وعنوان غناء السعوديين الأول حين يتعلق الأمر بحب الوطن. إلا ضي شموعنا. تجربة شعرية فارقة رسمت ملامح المملكة منذ النشأة وحتى اللحظة بدقة نحات يعي قيمة كل ذرة رمل على أرضه التي يحب. أمي الصحراء. يحضر البدر وإن غاب، ملأت قصائده وأغنياته أسماع السعوديين في كل لحظات عواطفهم تجاه وطنهم. أنا من هالأرض. علاقة البدر وقصيدته بالأرض ضاربة جذورها في تجربته العميقة. يرى أن القصيدة الوطنية لا تستحق الكتابة إلا إن كان الشعر بأتمه مسخرا للأرض وناسها، ولذا كانت قصائده الوطنية الأكثر رسوخا في ذاكرة السعوديين والأبقى في حناجر فناني السعودية على مر السنين. في القلب جمر يرمي يار ذكرك يشبه، ومحد عرف عشق الرياض إلا نشبه. فوق هام السحب وإن كنتي ثرى. فوق هام السحب كانت قصائد البدر في أرضه، وعزا لوطنه كانت كلماته على حناجر عشاقه وعشاق الوطن. الله الأول وعزك يا الوطن ثاني. ماجد إبراهيم، العربية. انطفأ ضي البدر، ولكن أكيد ستبقى أعماله خالدة في قلوب كل محبيه. خليني أرحب من جدة بالناقد الفني الأستاذ علي فقندش. يسعد صباحك أستاذ علي. ليلة صعبة عاشها الوسط الشعري والثقافي والفني ومحبو ومهندس الكلمة الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن، كيف تلقيت هذا الخبر؟ بل كيف سنعيش الأيام المقبلة والليالي المقبلة؟ كيف تعيش أجواء المملكة الثقافية والفنية بدون البدر هذه الفترة المقبلة القليلة المقبلة حتما التي سنشعر بها بالفقد، أو نشعر خلالها بالفقد الكبير؟ الأمير بدر وكلماته وصوره الغنائية شيء لا يعوض أبدا، إضافة إلى ابتسامته التي لا تعوض أبدا. يعني بالأمس MBC كانت تعيد ليلة البدر في الرياض، كنت أرقب كل ابتسامة فيه وكل هرجة فيه. يتكلم شيء حتى عن دراما عن أي شيء ويبتسم. نعم. يتكلم يعني يذكرك وكأنك أنت معاه برضو. نعم. بدر فقد كبير. أكيد أكيد طبعاً. حضرتك أستاذ علي، يعني لك مواقف ولك ذكريات أكيد مع الأمير بدر بن عبد المحسن، وأكيد له تأثير كبير. حضرتك مهتم بالجانب الفني والسعودي تحديداً، ليه تأثير كبير في الأغنية السعودية؟ لو تكلمنا عن هذا الجانب. طبعاً 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 طبعاً. حتى على فكرة أنه تعاملت طبعاً معاه كثير في كثير من المناسبات، في أمسياته الشعرية في جامعة الملك عبد العزيز، في جامعة اللي هو حق الأميرة الأميرة نورة، وتعاملت معاه في قطر في الدوحة.
الأميرة نور. الأميرة نور لا في الرياض، في الرياض في نعم. جدة هنا في حكمة كمان خاصة نعم ف... وبعدين عفت نعم أيوة فضل. الحكمة أيوة. وبعدين عفت الملكة عفت نعم نعم وفي الدوحة كنا في يوم تكريمه كثير من المناسبات، قطر عملت له تكريم كبير جدا، وشيء يعني شيء بدر بن عبد المحسن مو أنا اللي تعاملت معاه كصحفي وكإعلامي، ولكن اللي ما اتعامل معاه مباشرة يشعر بهذا الفقد الكبير. نعم. بدر بن عبد المحسن يملأ حياتنا كلها حب وثقافة وفكر شعري، مو شعر، فكر شعري كبير جدا، لأنه تطرق إلى موضوعات كبيرة جدا تهم كل فصائل المجتمع، حتى الأميين. أنا أعرف كثير من الأميين يحفظوا أغانيه طبعاً. يعني الأمير بدر حاجة ما أقدر أوصفها، وحتى من بداياته يعني إذا حبيتوا نتكلم عن البداية، عام 69 بالضبط كان سامي إحسان دوبه متحول من الهندسة الصوتية للألحان، وكانوا يجمعوا أغنيات وأفكار ونصوص لمسلسل أغاني في بحر الأماني لمحمد عبده. قال لي كنت أنا مع الأمير سعود بن عبد المحسن أخوه في أبحر، وأنا أقول أبحر المختزن الكبير والمكتنز اللي ما له حدود دائما في وجدان بدر، من فين؟ من أبحر وحبه وعشقه لها، إنه جالس هناك وقال لي هو عمره 19 سنة نعم. طلع ورقة من جيبه قال لي أنا أسمعكم طول الوقت، كل أغنية حلوة تعجبني وأنبسط فيها الخفاجي، كل كلمة تقول أسأل عنها من كاتب الخفاجي. شوف ده نص عندي ينفع إنه يتلحن. قال أخذت النص الورقة وقريتها، سهر والدنيا نعسانة من أجمل ما يكون، صورة نعم. شعرية مرة حلوة. لحنتها ولحقتها ألحقتها لمجموعة المسلسل وقدمت في المسلسل. نعم، وشفنا كثير من هذه القصائد قصص خلال الأغاني، أنا حبيبي جت تأخذ رسائلها، يعني لو نتكلم أكثر من 250 عمل تغنى بها الكبار الفنانين في الوسط العربي. وشاهدت تصريح للراحل يقول إنه من أفضل المغنين أو الأقرب إليه من غنى قصائده كان طلال مداح ومحمد عبده، ولعل لك قصة عشتها لأغنية من أغاني محمد عبده لا تسرق الوقت، كلمنا عن هذه الكواليس. كثير كثير كثير، يعني شوف طلال مداح، خلينا بس شوية منطلق للهرجة، إنه طلال بدر بن عبد المحسن كون محورين غنائيين من أجمل ما يكون، محور منا منتهى اللي هما هو وطلال وسراج عمر، كونوا محور جميل أعطى كثير من الأعمال الرائعة والكبيرة. والمحور الثاني كان بدر ومحمد عبده ومحمد عبده يعني كملحن، كمان كونوا يعني مجموعة كبيرة جدا من الأعمال التي يغنيها القاصي والداني الصغير والكبير، حتى تغنى في المرابع، حتى أغنية وطنية تكون تغنى في المرابع الليلية في أوروبا وفي كل محل، لأنه إيقاع السعودي تعرف غريب على بعض الأذان الأخرى برا، لكن يقدم بشكل جميل يشغل البال ويسمعوه كلهم. بعدين في ميزة أغنيات بدر، إنه حتى لو كتب أغنية وطنية يكتبها بعاطفة غير طبيعية طبعاً. لأن الأغنية الوطنية أصلاً عاطفة، أصلاً إيه أصلاً عمل عاطفي. ليه؟ لأنه إذا ما فهمت هذا الموضوع أنت كشاعر نعم. وإذا ما قدمت هذا الموضوع على إنه عمل زي أغاني عبد الوهاب الوطنية لما قدمها بشكل عاطفي خلاص صارت حاجة أنجح بكثير مما يقدمها. مزبوط. يقدمها بشكل مارش عسكري نعم. وما أدري. طيب أستاذ علي، يعني ما شاء الله يمكن لو حنتكلم يمكن لن يسعنا هذا الوقت، ولكن كانت من أكثر الجمل المتداولة أمس، دبلة أنوار الشوارع وانت فاضي الحروف، خلينا نتابع جزء من قصيدة المسافر بإلقاء الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن. لا تلوح للمسافر، المسافر راح، ولا تنادي يا المسافر، المسافر راح. يا ضياع صوتنا هذا والريح، يا ضياع
حياتنا والمسافر راح. طبعا كمان استاذ علي يعني سؤالي لك يمكن ما قصه هذه الاغنيه وكيف تم هذا التعاون وكيف وصلت لهذه البراعه؟ هي ولادتها. نعم ولادتها سر نجاحها الكبير. يعني اتفقوا الامير بدر والدكتور عبد الرب ادريس عليها في الرياض اول جلسه للعمل والكتابه وكل شيء. نعم. بعدين كتبت تكملتها في السودان، كان الأمير في السودان أو الحبش بس أعتقد في السودان. بعدين كملت فين؟ في أوروبا في باريس. نعم. نص كمل كوبليه مذهب وكوبليهين ثلاثة، يعني أغنية طويلة. اكتمل العمل، اكتمل التلحين فيها قبل أن تنفذ موسيقيا. جاء عبد الرب على جدة هنا حيث يقيم بصورة دائمة، رايح على القاهرة علشان ينفذ. وهو رايح بالقاهرة مصادفة جنبه راشد الماجد. وهو راشد الماجد في الرحلة جالسين يتكلموا طول الوقت. تعرف راشد زويق على النغمة والفكرة الحلوة اللي تنفع وتضيف للفنان. يعني أعجب بالموضوع بفكرة الأغنية بشكل خيالي جدا. ما ريح عبد الرب إدريس طول الرحلة. وهم لما وصلوا القاهرة قال له أبغاها بأي حال من الأحوال، دي الأغنية لي. وما كان راشد الماجد في الصورة مرة في حكاية. قال له تيجي عندي اليوم، أنا أنت معزوم عندي في شقتي في القاهرة على راشد. راح قال رحت تعشيت عنده وجلسنا سوا ما أدري إيش، ما رحت من عنده إلا والأغنية ما أخذها خلاص. واتصلت بعبد بسمو الأمير بدر علشان أقول له إنه دي الراشد الماجد وكذا. وهذا قال لي مرة كما هي العادة ما عنده مانع أبدا ورحب بالفكرة. وكانت هي الأغنية اللي نقدر نعتبرها بيضة الديك في نعم. في مشوار يعني راشد وأبدع فيها الفنان راشد الماجد جدا. فوق هام السحب أيضا من الأعمال الوطنية الجميلة الخالدة الرائعة اللي تغنى في جميع محافلنا السعودية، حتى في الأفراح بنغنيها ليس فقط في المناسبات الوطنية. ولعل هناك قصة كيف نشأت وولدت هذه الأغنية. هذه الأغنية محمد عبدو عام 84 1984 كان ينفذ 5 أغنيات وطنية في نفس الوقت. وهو بيشتغل فيها كانت من ضمنهم فوق هام السحب. طبعا قبلها سجل أغنية واحدة اللي هي الله أحد إذا تذكروها، برضو بدر، كلام بدر. بعدين هو لما نفذ هذه الأغنية عندي أنا مراسلنا مدير مكتب عكاظ في القاهرة يتابع الأعمال عشان أنا أنشرها من الاستوديو، أخذ النصوص الخمسة ونشرتها عندي في نفس اليوم. يعني ثاني يوم على إحنا نسميه نفس اليوم لأنه ثاني يوم كان المقابلة الجمهور مش زي دحين في نفس اللحظة يشوفوا. قدمت الخمسة النصوص كلها نشرتها بتفاصيلها وكذا. جيت جاء هنا محمد نفذها في القاهرة منفذة، ولكن جاء هنا محمد يشتغل عليها من المصادفات. نعم. كان كأس العرب في الطائف عام 84. رحنا سوا كلنا طلال ومحمد والمجموعة كلهم، حضرت بروفاتها هنا طول الوقت. بعدين وإحنا رايحين الطائف هناك كان أيام فيصل بن فهد الله يرحمه غنى محمد عبدو فوق هام السحب. نعم. وجديدة على الناس كلها يعني ما يسمعوا سار يعني تفاعلوا معها بشكل غير طبيعي. بعد نص ساعة ساعة أو ساعة والله ساعتين يمكن من العمل وصل سمو الأمير سلطان بن سلمان من الفضاء، وصل جاء من قاعدة كيب كنافرل بطيارة عادية طبعا على جهة الطائف، نزل في القاعدة في قاعدة الطائف القاعدة العسكرية اللي فيها الحفل. بعدين لما جاء طبعا جلس مع الأمير فيصل. الأمير فيصل طلب من محمد عبدو يعيدها مرة ثانية وثالثة، وغناها محمد 3 مرات الله الله يعني في نفس الحفل.
قصة جميلة وراء هذه الأغاني الخالدة والجميلة اللي ولادتها كانت بشغف وبحب وكثير كثير من الأشياء الجميلة جدا صراحة. يعني بنعيش فقد كبير سواء في الوسط الفني أو الشعري والثقافي وغيره، وإحنا كلنا كمحبو لهذا شاعر المهندس الكلمة الراحل بدر بن عبد المحسن، الناقد الفني علي فقندة، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح، وأترككم مع جزء من قصيدة للراحل بدر بن عبد المحسن، ليلة عمر. ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيها الليلة، وأسهر في ليل عيونك وهي ليلة عمر. يا الله يا الله يا الله يا الله، وش كثر انت جميلة. يا الله يا الله يا الله، وش كثر انا احب. ايضا لدينا مداخلة من الفنان الكبير عبادي الجوهر في هذا الصباح للحديث عن الراحل مهندس الكلمة بدر بن عبد المحسن. يسعد صباحك الفنان عبادي الجوهر، وتعازينا أكيد لك ولنا ولكل الوسط الفني والشعري. وبداية، ماذا تقول في رحيل مهندس الكلمة الأمير بدر بن عبد المحسن؟ صباح النور أولا. والله يعني حقيقة أنا من أمس حزين ومصدوم، وما ما في كلام أصلا يعبر عن هذا الفقد الحقيقي للأمير بدر. الأمير بدر صديق رحلة طويلة، ومعرفتي به امتدت من عام 71، يعني حوالي 53 سنة. قدمت معه خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال اللي أنا أعتز وأفتخر فيها. يعني في الحقيقة يعني الوسط الفني افتقد هامة كبيرة وقامة كبيرة وشاعر لا يعوض مثل الأمير بدر بن عبد المحسن رحمة الله عليه. نعم نعم، يعني أكيد كانت تربطك علاقة به، وأكيد مرت عليكم مواقف وأحداث وحكايات وكواليس. طبعاً. ماذا تستذكر لنا من موقف معين أو حكاية ما؟ والله يعني تخيل في خلال 53 سنة معرفتي به أكيد في مواقف كثيرة طبعاً. جداً. يعني أذكر مثلا من المواقف الطريفة اللي مع الأمير بدر رحمة الله عليه، كانت أغنية المزهرية. التقينا في باريس، وكان كاتب المطلع أو المذهب، وفضلت أنا يعني كل فترة أتصل فيه لين سافرنا من باريس، وأنا أتصل فيه على أساس يكمل باقي الكلمات. وتقينا ثاني سنة في باريس ولسه ما كملها. يقول لي كل ما أكمل حاجة تطلع ما هي مناسبة، يعني مش بالشكل المطلوب، إلى أن ليلة السفر يعني أعطاني آخر كوبليه ليلة السفر، فكانت من أطول الأغاني وقتا يعني في كتابتها. نعم. أيضا في آخر عمل جمعنا قبل عام واحد كان أغنية خوف سكات، أيضا كان في كلمة ما كانت مريحتني أنا، يعني شرحت له ليش ما كانت مريحتني، ورحت له الرياض والتقيت فيه في منزله وجلسنا فترة، وقال لي طيب صعب أن أغير كلمة، كان حغير لك الشطر كله. يعني هو كان مرن في التعامل الحقيقة رحمة الله، وهو من أكثر الداعمين لك كملحن، والمؤمنين أيضا بك كملحن ليس فقط كمغني. هو أول من خلاني ألحن على فكرة، هو أول. نعم يعني عام 71 أعطاني ثلاثة نصوص غنائية لتلحينها،
فقلت له انا ما الحن انا لي سنتين كان في 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 في, في, في الوسط الفني يعني. قال لي لا هو كان اذنه موسيقيه جدا. قال لي انا احس انك انت لو لحنتها هتكون رائعه. واعطاني ثلاثه نصوص كانت كانك حبيبي وصدى واحبها وسافرت سجلتها. وبعدها توالت الأعمال بيني وبينه وغنيت له حوالي 28 أو 30 عمل. وأبدعت أكيد الفنان عباد الجوهر. نعلم يعني قديش هذا الموضوع صعب وثقيل جدا على قلوبكم. عظم الله أجركم. شكرا لوجودك معنا الفنان عباد الجوهر. شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. وخلينا ننهي بواحدة من أبرز هذه الأعمال المشتركة طبعا بين الفنان عباد الجوهر والراحل مهندس الكلمة بدر بن عبد المحسن.